السلام عليكم أحبة المشاهدين والمتابعين، حيكم من أرضية ملعب السفاح الرياضي الكائن في منطقة قرية 10 في افتتاح بطولة الصداقة الكروية التي نظمها الحاج مهدي. طبعا المباراة تجمع فريق المجد القادم من مجمع بسماية يواجه فريق الشهيد ماهر طعمة. المباراة بتغطيات قناة السفاح الرياضية وصوت المعلق جليل التميمي. ابقوا معنا ومشاهدة ملخص كامل عن هذا الافتتاح الكبير. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، لقاءاتنا مستمرة الآن معي الكابتن حسن الأزرقي مدرب فريق المجد. طبعا أكيد تجمعكم مباراة مع فريق الشهيد ماهر طعمة في افتتاح بطولة الصداقة المقامة على أرضية ملعب السفاح الرياضي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبداية أشكركم وأشكر قناتكم الكرم وأشكر المنظمين على هذه الدعوة. طبعا هي البطولة من اسمها بطولة الصداقة، إن شاء الله نديم عليها الصداقة على كل الفرق، واحنا فريقنا ان شاء الله جاهز للبطوله ونقدم والباقي على رب العالمين. اكيد ايضا نشاهد عناصر جيده اليوم ضمن التشكيله، الكابتن كوكب وايضا عباس حسين. نعم موجود. وبعض اللاعبين الموجودين، يعني اليوم ماذا توعدون جماهير مجمع بسماية؟ ان شاء الله الفوز لنا ونقدم والباقي على رب العالمين، هاي كره قدم ما بيها فوز والباقي ان شاء الله كلها الفوز للجميع. انا اعتقد فريق الشهيد ماهر طعمه متواجدين وياه في ملعب الزعيم. ما عيادة كاظم موسى اعتقد. والله نشرف بيهم احنا على الراس ان شاء الله، اي فريق يجي اهلا وسهلا به. كلمة ختام لإدارة ملعب السفاح الرياضي وايضا منظم البطولة الكابتن مهدي. والله نشكركم ونشكر حجي مهدي، طبعا دائما هو يوجه لنا دعوة ونشرف احنا بهاي الجماهير تحضر وان شاء الله نقدم مباراة رائعة ممتعة. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، لقاءاتنا مستمرة الآن معي مدرب فريق الشهيد ماهر طعمة الكابتن رسول ماجد حبيبي. شكرا. طبعا راح تخوضون افتتاح بطولة الصداقة، مباراة تجمعكم مع فريق المجد، مجد البسماية حقيقة فريق مثالي وفريق يمتلك لاعبين جيدين. إن شاء الله ماكو فرق، احنا بيناتنا احنا والمجد وفريق واحد وإن شاء الله اللي أدي هو يستفاد من هاي المباراة والتقديم، وإن شاء الله طاقم التحكيمي له ومنظمين البطولة والإعلام الموجود والمعلق جلي التميمي، وإن شاء الله ماكو أي فرق بيناتنا. تكلمنا عن تشكيلتكم اليوم جهوزيتكم. والله إن شاء الله تقريبا جاهزين إن شاء الله، بعد تبغى يم الحظ والتقديم اللي يعطيها تعطي كرة القدم. طبعا أنا تحياتي لك ولجميع الأخوة والوفد المرافق لفريق الشهيد ماهر طعمة، شكرا جزيلا حبيبي. شكرا كابتن نهاد. نعم أحبة المشاهدين والمتابعين، الآن ابقوا معي ومشاهدة ملخص كامل عن هذا الافتتاح. We'll be right back.
اوكي اقتنع حصريات في الاول. اسعد الله مساكم بكل خير واهلا ومرحبا بكم. المجد بزي الاصفر الكامل المرشح بالاسمر والشهيد ماهر بزي الابيض ايضا المرشح بالاسمر. توفيق للقاء اليوم. الكره لعبت الان فريق المجد هجمه لصالح فريق الشهيد ماهر في اللعبه كره ممتازه. هذا وليد فهد اللي كان في مصطبه الاحتياط. الولي حمد يعني سمام امان بهذا اللقاء خطا جول. الله يا العنكبوت الله يا العنكبوت ينقض على الكره الجميله اللي لعبها يونس جمر. كانت كره جميله ليونس. يونس يونس والله يا جماعه هذا لعيب. خطره امير جول جول جول. وما أدرك ما فرق البسمية يعني يطالبون بخطأ يطالبون بخطأ. وليد كهالي يقول كانت لمسة يد حكم ما تقول ما فيش في البطيء في البطيء. هذا الهدف الجميل اللي سجل أمير سعد. الله يا زميلي يا سفاح تسلم إيدك على هاللقطة الجميلة. أمير سعد يسجل الهدف الأول في هذا اللقاء. واحد النادي لا شيء للشهيد. خلص واحد اعتقد خطأ في مكان جميل والجميل خصوصا في بطولة الأساطير الكروية التي اختتمت يوم أمس. وقال احنا نمتن ونشكر كل الجوائر الرياضية والملاعب الرياضية في قرية عشرة. جميلة كل التقدير والاحترام للمناظر اللي الله نعم أمير سعد أمير سعد يونس يونس يونس. الله يا يونس الله يا يونس والله يا جماعة. الحجي الحجي يا جماعة تابعوا لي هذا بالشعر الكثيف. تابعوه 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 وامسكوه. يونس 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 ثالث 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 اللقطات الجميلة أم المباراة والله تجعلك تتونس. وليد فهد وليد فهد وإلى أن تنتصر. يلا وليد خضرة وليد إمام الحجي كان عندك وسام ناصر وروح تلعب لوسام ناصر. يلا أمير أمير ثالث ثالث يونس سايل أمير. أوه 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 أوه. الله شوية ما زلت بحاجة أحمد تطلع إلى مصطفى كريم قريب من يونس المتراجع الخلف عباس كنار وليد فهد. وليد وين يلعب الى مصطفى كريم مصطفى كريم مصطفى كريم يلعب الكرة الى وليد فهد. خطرة جول حطها حلو كرة حلوة من وليد. سمير وابر اللي بدا يتخلص من الكماشة الدفاعية بدا يتراجع قريب منها. ما مثل بالتقدم المجد بهدفين مقابل لا شيء. سجلت الاهداف عن طريق يونس وامير سعد. عاد في الشوط الثاني نلتقيكم ان شاء الله. يلا ابطال ابطال كل واحد باوع لاعبك لاعبك لا تخليه لا يتصرف ولا شو اسمه. انت منوش نوش دائما انت وتعفر ما قاعد تتفاهمون تنزل ها مية عمر سلوم قلبي هون ليش ترس على ايش بعد هذا ليش تتكلم علي زايف بس قاعد هاي تسلم يقدر يعقب عبود. السلام عليكم كابتن حسين. اعتقد اجيت يعني شاهدت الشوط الاول بين فريق المجد القادم من مجمع بسماية وايضا فريق الشهيد ماهر طعمه. اي نعم كابتن. اولا شكرا للدعوه الكريمه من الكابتن
كابتن مهدي ومن إدارة ملعب السفاح. تواجد إعلامي جميل مثلك هو بلبل جميل مثل الكابتن جليل التميمي. الله يعزك. خليك تترك مباراة بحجم إنجلترا وإيطاليا نهائي اليورو. تجي تشاهد هاي المباراة. طبعا إنجلترا الآن متقدمة 1-0. نعم. تشاهد مباراة بالفرق الشاملة. نعم أنا حضرت إنه كان الهدف الأول الفريق بسماية كان مسجل بس كملت باقي أوقات المباراة. فرق بسماية فرق متفوق. نعم من ناحية اللعب يعني أسلوب جميل. لعب جماعي لعب على الأطراف. الهدف الثاني قصة حقيقية من قصص كرة القدم. نفس الهدف الأول. نعم. نعم. الهدف الأول يعني كان بالضبط. نعم. بسيطة سلسة باص 1-2 تلعب على الأطراف يجي اللاعب من جهة اليمين تلعب من اليسار يجي اللاعب من اليمين يسجل هدف وبسهولة. كابتن أنت شاركت ببطولة أساطير رواد وشفت رواد البسماية وايضا اليوم نشوف فريق المجد يعني فريق شبابي. نعم نعم. اعتقد الاداء يعني متساوي بين الرواد والشباب. وانا قلتها سابقا واكررها ان فرق بسمايه تلعب نفس طريقه وسط المدينه بغداد. هاي يلعبون هاي الكره الجميله الجماعيه سلسه اللعب على الاطراف 1-2 عكس فرق مناطقنا اللي تلعب اللعب السريع واللعب الطويل. اكو تفوق حقيقه اكو تفوق. نعم كابتن حسين اريد كلمه ختام قبل لا يبدي الشوط الثاني. والله شكرا توقعاتك نتيجه المباراه. شكرا لاداره السفاح انه البارحه كان نهائي بطوله اليوم افتتحت بعض جهد كبير يعني فنشكرهم يعني ونشكركم لحضوركم طبعا اكيد. نعم كابتن ما اعطيتني كلمه الختام توقعاتك لنتيجه المباراه. والله اولا احنا نتمنى المباراه تنتهي بخير وسلامه. نعم. اشوف الفريق الاصفر افضل ده يلعب رغم انه الفريق الابيض مو فريق قاصر بس اشوف الفريق الاصفر ذاهب بالمباراه. شكرا جزيلا للكابتن حسين العيون الرياض البارز في قريه 10. اللاعب الذي امتاز في السرعه خلال الشوط الاول. نعم تبديل لفريق كوكب راضي. كوكب راضي ضمن تشكيل الاصفر في الشوط الثاني. كناري كوكب اللي احل في تتم الارض خطا قول امير ثالث في البطيء الهدف الجميل. الله 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 تسلم ايدك يا سفاح على هذه اللقطه الجميله. نعم القناه الناقله القناه التي وصلت الى اعداد كبيره لا تحصى بالمتابعه والمشاهده. تابعوها تابعوا هذه القناه الجميله وغدا تقرير كامل عن هذا اللقاء الجميل الذي يجمع المجد بالشهيد مار الازرقي سمير بابا. خاطره حلوه لعلي خاطره من سمير واحلى من علي اللي هو حارس المرمى. كوكب في المنتصف كناري كوكب امير كوكب جو. الله 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 يا العقل جميل الكره في اللعب خاطره سمير جو جو. الله الله على الطاوله مصطفى كريم مصطفى كريم هجمه سريعه على اليمين خطره خطره جو جو. الله على حلوة حلوة علي اليمين سمير والله سمير خطره جو. الله 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 وليد خطره. الله حلوه جميله بكادرها الاعلام المتكامل في محافظه دياله لتغطيه احدى اللقاءات الكرويه هناك في عاصمة البرتقال مدينة البرتقال. نعم البرتقال. لا 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 لا, لا. نعم كوكب أتى من السماء إلى الأرض ليعلن الهدف الرابع للأصفر. الله 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 يا زميلي يا سفاح الكوكب أتى من السماء إلى الأرض ليعلن الهدف الرابع للأصفر. الله يا سفاح في البطيء الهدف الجميل يا زميلي يا عزيزي يا سفاح. نعم نعم الدكتور الدكتور حسين فرح يرفع القبعة يقول الكوكب الذي أتى الكوكب الأرض. لا أنا قلت ارفع القبعة للأزرقي قائد هذه الكتيبة الصفراء في هذا اللقاء الكتيبة على أمير سعد أن يتسحب الهاتف في هذا اللقاء.
مصطفى كريم خطا جول احمد ممتاز وليد وليد وخطا جول جول يعني سجل سجل وليد فهد نعم بس هو الاسم المستعار في هذا اللقاء المستعار هذا اللاعب الجميل لاعب جميل في البطيء للهدف الجميل اللي سجله فريق الشهيد معه الله تلعب الكرة نعم هلا أجمل خطرة خطرة كور وكيلو إمام الحجي إمام الحجي يحرم الهدف الخامس وبيرو يكمل الكرة في المرمى بيرو حيدر يكمل الكرة في المرمى يتلقى الكرة من يونس جمر نعم يونس جمر يقبل بيرو حيدر على تسجيل الهدف السفاح الرياضي أكد الدكتور حسين العيون على أنه تشابه بين مباراة يوم أمس واليوم تشابه بين رواد بسماية والشباب بسماية نعم أشار إلى وجود اللمسة الجميلة والانفتاح السريع لنقل الكرات والأهداف الجميلة التي تسجل في هذا اللقاء كل الشكر والامتنان والتقدير للدكتور حسين العيون على هذه الكلمات الجميلة التي صفها لقدس العدسة الجميلة عدسة نهاد السفاح في اللقاء وفي أرضية الملعب التحليلي بين شوطي المباراة شكر وتقدير وامتنان لحضوري الجميل الحاضر هنا في أرضية الملعب خطر الله 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 يا جماعة حراسة المرمى لجعفر وعلي أمير أمير صغر أطلق لا هو مسجل أطلق ممكن سادس ايوه امير هاتريك لا لا ويش الحكم هذا اللقاء بفوز المجدي 5 أهداف مقابل هدف واحد نلتقيكم في لقاءات اخرى ان شاء الله مع اجمل تحياتي مع المباراه والعدسات الجميله لنهاد السفاح ولجليل التميمي